وقف أحد كبراء قريش يوما مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يحدثه عن الإسلام ويدعوه وقد طمع في إسلامه، فيأتي مسلم ضرير مسكين اسمه عبد الله بن أم مكتوم. أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يستقرئه القرآن ويقول له أرشدني، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر مكملا حواره ودعوته معه، فما زال عبد الله ملحا حتى شق ذلك على رسول الله وأضجره، لأنه شغله عما كان فيه من أمر هذا الرجل من عظماء قريش، وقد طمع في إسلامه، فلما أكثر من إلحاحه انصرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم عابسا وتركه. إدارة الناس عمل صعب جدا، خصوصا لو المدير ده إنسان وعنده ضمير وبيراعي مشاعر الناس. إزاي توازن بين تحقيق الأهداف وبين مراعاة مشاعر الناس؟ وإزاي ترتب الأولويات في المعادلة دي؟ شيء مش بسيط أبدا. يعني في الموقف ده النبي صلى الله عليه وسلم عنده هدف، وهو دعوة هذا الرجل من أكابر قريش. فيأتي رجل بسيط من المسلمين، شخص أسلم بالفعل، يعني ممكن يستنى، يأتي ويقاطع النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح إنها مش مقاطعة لتضيع وقته، لكنه أتى ليتعلم دينه، يريد أن يسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رأى أن هناك ما هو أولى. يا ترى كان إيه شعور عبد الله بن أم مكتوم، هذا المسلم الضرير البسيط، ويا ترى وزنه إيه عند الله سبحانه وتعالى، ويا ترى إيه أولويات الدعوة الحقيقية؟ فتنزل الآيات تصحح الخطأ وتجبر الكسر وتعدل الموازين. هذا الأعمى المسكين في ميزان الإسلام وميزان الله رجل مسلم اختار الله ورفض الأوثان، ولن يفرق الإسلام يوما بين مسكين وثري. من أول لحظات الدعوة الجميع بنيان متراص بطاقات متناغمة، تتنزل الآيات يقول تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. بنسمع القصة دي كتير، ويمكن من كتر ما سمعناها بنعتبرها حدث عادي، لكن الحقيقة أن القصة دي وراها أمر عظيم جدا. هذا الأمر هو معجزة الإسلام الكبرى. القضية اللي بتتكلم عنها الآيات مش مجرد إزاي يعامل فرد من الناس، ولكن القضية أكبر من كده بكتير. القضية هي إيه الميزان اللي الناس بتوزن بيه كل أمور الحياة، وإيه القيم اللي بيوزنوا بيها. القضية إن الناس يعيشوا على الأرض ولكن بقيم السماء، وهو شيء مش بسيط ولا سهل أبدا، لدرجة إن نفس النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ما هو عليه من سمو وعظمة ورقي احتاج عشان يوصل للمستوى ده إلى هذا التوجيه الرباني وهذا العتاب الشديد الذي يبلغ حد التعجب من تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في آيات تتلى إلى يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى أنزل ميزان للناس يوزنوا به كل القيم بتاعته، وهو إن أكرمكم عند الله أتقاكم. دي القيمة الوحيدة اللي يثقل بها وزن الناس أو يخف، قيمة سماوية بحتة ملهاش علاقة بمواصفات الأرض وقيم الأرض. الناس على الأرض بتتعامل بقيم وموازين تانية خالص، الجمال والمال والحسب والمركز الاجتماعي إلى آخره. ثم يأتي الإسلام ليقول لهم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فيضرب كل هذه القيم الأرضية ويبدلها بهذه القيمة السماوية اللي هي العملة الوحيدة اللي معترف بها في ميزان السماء. يأتي الرجل الأعمى الفقير ابن أم مكتوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشغول بأمر هذا الرجل من الأكابر يدعوه إلى الإسلام، ويرجو بإسلامهم خيرا للإسلام في عسرته وشدته في مكة، لأن الناس دول كانوا واقفين حجر عثرة في طريق الدعوة بمالهم وجههم وقوتهم، كانوا بيصدوا الناس عن الإسلام وبيكيدوا له كيدا شديدا حتى كادت الدعوة في مكة إنها تتجمد تقف زي ما هي كده، والناس خارج مكة لا يقبلون على الدعوة اللي بيحاربها أقرب الناس إلى صاحبها. ويأتي هذا الرجل الأعمى الفقير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشغول بهذا الأمر، مش لنفسه ولا لمصلحته، ولكن للإسلام ومصلحة الإسلام. فلو أسلم هؤلاء الأكابر من قريش لانزاحت العقبات والأشواك من طريق الدعوة في مكة، ولانفتح المجال لها خارج مكة أيضا. يأتي عبد الله بن أم مكتوم فيقول يا رسول الله أقرئني وعلمني مما علمك الله، ويلح على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكره النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقاطعة، وتظهر الكراهية لهذا الأمر على وجهه اللي ابن مكتوم مش شايفه، يعني ابن مكتوم مش شايف العبوس أو الإعراض اللي على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يعرض عن الرجل البسيط الفقير الذي يعطله عن هذا الأمر الخطير، الأمر اللي يرجو من وراه الكثير لدعوة الإسلام. وهنا تتدخل السماء لتقول الكلمة الفصل في هذه القضية وتقرر الميزان اللي توزن به القيم بغض النظر عن كل الظروف والاعتبارات والأولويات، حتى ولو كانت مصلحة الدعوة كما يراها البشر، بل كما يراها سيد البشر صلى الله عليه وسلم. فيأتي العتاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم في أسلوب عنيف وشديد، وللمرة الوحيدة في القرآن كله يتقال للنبي صلى الله عليه وسلم الحبيب القريب، يتقال له كلا، كلمة ردع وزجر في الخطاب، لأن القضية مش بسيطة أبدا، بل ده الميزان اللي بيقوم عليه هذا الدين. وتعالوا نعيش شوية مع الآيات وأسلوبها العجيب اللي تقصر عنه لغة البشر، تقصر عن التعبير عن هذه الحرارة في المشاعر والصور بنفس الطريقة اللي عبر عنها القرآن في لمسات سريعة وفي آيات قصيرة تفيض بالمشاعر والانفعالات. فيقول تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى.
الآيات تبدو أنها بتتكلم بصيغة الحكاية، بتحكي عن حد تاني بصيغة الغائب مش بصيغة المخاطب، فتدي انطباع أن الموضوع اللي هتتكلم عنه الآيات من الكراهة عند الله سبحانه وتعالى، لدرجة أنه سبحانه لا يحب أن يواجه به النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، رحمة به وعطفا عليه وإكراما له، ثم يتحول الأسلوب مباشرة إلى العتاب، ويبدأ بأسلوب هادي، وما يدريك لعله يتذكر أو يتذكر فتنفعه الذكرى. ما يدريك أن يتحقق الخير الكبير اللي أكبر عند الله من أولويات أخرى جايز تعتقدها أنت، يعني أن يتطهر هذا الشخص الأعمى الفقير اللي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم راغبا فيما عنده من الخير، وأنه يتيقظ قلبه فيتذكر فتنفعه الذكرى. ما يدريك أن يشرق هذا القلب بنور الله فيصبح منارة في الأرض تنير للناس الطريق بنور الله، وبعد كده تعلى نبرة العتاب وتشتد لهجته وتنتقل إلى التعجب من التصرف اللي بيعاتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يتزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. الشخص اللي أظهر الاستغناء عنك وعن دينك وعما عندك من الهدى والخير ده أنت بتهتم بيه وتجتهد لهدايته وهو معرض عنك، وأما من جاءك يسعى باختياره اللي اختار يجيلك بنفسه مش زي اللي اختار أنه يعرض عنك، وهو يخشى، يخشى الله، يتقي الله، فأنت عنه تلهى. وصف شديد يصف الله سبحانه وتعالى الانشغال عن الرجل المؤمن الراغب في الخير التقي، يصفه بأنه تلهي، ثم ترتفع نبرة العتاب أكثر وأكثر حتى تصل إلى حد الردع والزجر. كلا لا يكون هذا أبدا. ثم تبدأ الآيات في توضيح حقيقة الدعوة دي وكرامتها وعظمتها ورفعتها واستغنائها عن كل حد وكل سند، واهتمامها بس بمن يريدها لذاتها مهما كان وضعه ووزنه في موازين الدنيا. إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هذه الدعوة كريمة في كل اعتبار، كريمة في صحفها المرفوعة المطهرة الموكل بها السفراء الكرام البررة من الملأ الأعلى ينقلونها إلى المختارين في الأرض ليبلغوها. هي كريمة عزيزة لا يتصدى بها للمعرضين عنها المستغنين عنها، هي فقط لمن يعرف قيمتها وكرامتها ويطلب التطهر بها. هو ده الميزان، ميزان الله اللي بتوزن به الناس والقيم والأولويات، وهذه هي كلمة الله الفصل في هذه القضية. وإمتى الكلام ده؟ وفين؟ في مكة والدعوة مطاردة والمسلمين قليلين، وتخيل شعور النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيسمع العتاب ده من الله سبحانه وتعالى. يكون أول حاجة يعملها النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه يعلن عما نزل إليه من التوجيه والعتاب، يعني أمر لا يقوى عليه إلا إنسان في تجرد وعظمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقوى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يعلنها في وجوه كبراء قريش في هذه الظروف اللي كانت فيها الدعوة، إن الدعوة دي غنية عنكم، والمسلم الفقير الأعمى ده أثقل وأهم في ميزان الله من كلكم. احنا قصاد لحظة ميلاد جديدة للبشرية ونقلة عظيمة في تاريخ البشرية، وهنشوف نقلات كتير زي دي في السيرة. وقفنا قبل كده مع نقلة عظيمة لما سخر الملأ من قريش من ان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع المستضعفين من الصحابة، ودينا النهاردة مع نقلة تانية عظيمة، نقلة وخطوة نحو الهدف الأكبر، وهي ان البشر على الأرض يعيشوا بقيم السماء. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يرعى هذه القيمة ويزرعها في الضمائر، فكان بعد هذا الحادث يهش لابن مكتوم ويرحب به ويرعاه ويقول له كلما لقيه أهلا بمن عاتبني فيه ربي. نقطة أخيرة حابب أكد عليها في نهاية لقائنا النهاردة، احنا كلمنا عن القيمة الأكبر وهي أن نحيا على الأرض بقيم السماء، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن مش دايما الناس بتقدر تترجم ده لفعل عملي على أرض الواقع. لكن ممكن نبدأ بحاجة بسيطة، لو ربنا كرمك وبقيت إنسان صاحب مسؤوليات أو شخص مهم أو مشغول أو داعية كبير أو عالم كبير، اوعى تحس إنك أكبر من حد وإنك أهم من حد وإن وقتك أهم من وقت الناس، واوعى تعرض عن حد قصدك في حاجة. لو مشغول وما تقدرش اعتذر بأدب، اوعى تستهين باللي قدامك مهما كان بسيط وبموازين الدنيا المادية أقل منك، وتذكر ما عظمت نعمة الله على عبد إلا كثرت حوائج الناس إليه، فمن تهاون بهم عرض تلك النعمة للزوال. ونشوفكم على خير بكرة إن شاء الله.